هل الامراض الغير سريه مهمه في مريض الاتش اي في؟ الحقيقه ده سؤال في منتهى الاهميه. واحنا لما بنتكلم على الامراض الغير سريه في مريض الاتش اي في، ده بياخدنا للمرحله الجديده في التعامل مع المرضى المتعايشين مع الاتش اي في، انه احنا ماذا بعد ان انا وفرت ادويه قويه تقدر توصل بالعد الفيروسي للمريض الى حمل غير مقروء وترتفع خلايا المناعه عنده. مرضى الاتش اي في الحقيقه دلوقتي بقى ثابت علميا ان هم مع اخذ العلاجات ممكن يكون عندهم فرص ان هم يكونوا عرضه لزياده الوزن او الاصابه بالسمنه. احنا عندنا كمان معدلات اصابه بالسمنه في المجتمع بشكل عام عاليه، وده يخلينا مهتمين بالسمنه وبالامراض المرتبطه بيها زي امراض ارتفاع ضغط الدم او امراض السكر. والحقيقه الامراض دي ذات اهميه خاصه لمريض الاتش اي في، لانه حتى والمريض عنده حمل فيروسي غير مقروء يظل هو عرضه انه يصاب ببعض المضاعفات منها اكتر من غيره من المرضى الغير حاملين الفيروس. عشان كده وانا بتابع المريض بتاعي لازم يكون عيني بشكل قوي جدا على ان انا بطمن على السكر بتاعه، بطمن على الضغط بتاعه، بطمن على المشاكل علاقة بالقلب والشرايين، بتابع مستويات الدهون في الدم. يعني انا لازم يكون عيني على هذه الحكاية، بتعاون بزملائي الاطباء اللي بتعاملوا مع هذه المشاكل بشكل اللي احنا بنقول عليه المالتي ديسيبلينري ابروتش، او ان انا بقدم خدمة متعددة الجوانب للمريض بتاعي. يكون احنا كلنا بنتناقش مع بعض، بندرس الحالة بتاعت المريض ايه انسب حاجة ليه. مهم جدا ما يفوتش علينا التعامل مع التفاعلات الدوائية المحتملة لأي أدوية ممكن يتلقاها لهذه المشاكل مع أدوية الـ HIV اللي هو بيتناولها، لكن هي دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نوصل بيها للمريض بتاعنا لبر الأمان، وهو ده الكورنر ستون في التعامل مع المريض بتاعنا لما بنقول إن إحنا we are talking about المريض beyond the viral suppression، وليس هو كل الفوكس على الفيروس وفقط. شكراً.